كما أسلفنا الجهل والمتعالمون سطوا وعكروا هذا السبيل. ومن هؤلاء الجهل المتعالمين مزمل فقيري وصاحبه آداب، فعلموا الشباب طريقا ليس عليه العلماء الراسخين ولا الدعاة الناصحين، لكن بسبب أحوال هؤلاء الناس ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وأغلقوا كثيرا من المساجد ونفروا كثيرا من الناس. السبب الجهل، السبب التعالم، السبب البعد عن طريق العلماء، السبب الاعتماد على أنفسهم في طريق في الاعتماد على أنفسهم وعلى بنات أفكارهم في استدلالهم واستنباطهم، لكن يحبون الصراع، يحبون المشاكل. فأول مسألة هو قال بيأخذها على أخواننا إنهم قال، لكن بتكلم عن الدعوة إلى الله كده شكله واحد حرش إنه سجل مادة في أخواننا، فقال الدعوة إلى الله تحتاج إلى بصيرة، وهذا كلام صحيح، لكن قال ولكن الجهلة والمتعالمون أفسدوا الدعوة، أو كما قال هو في هذا المقطع. فبنقول له الحاجة ده يدل على تعالمك وإنك زول جاهل، الوجه الأول لأنه قلت ولكن الجهلة والمتعالمون، وصحيح إنه يقول المتعالمين، ونحن من هنا ندعو إنه يحضر درس الأجرومية لو داير هو يتعلم، أنا ما أعرف كان قاعد عند المشايخ يدرسه. المسألة الثانية ودي كررها كثير، قال الجهلة، الجهلة واللام دي لام قمرية، أنا ما بعرفه هل هو عنده بدعة تقسيم اللام إلى قمرية أو شمسية. المهم قال النازل من أسباب ضلالهم كما زعم هو، ظهروا قال ناس في الساحة، ناس سفهاء وناس متعالمين. فأول حاجة متعالمين هذه من الألفاظ الفضفاضة والفارغة التي يستعملها أهل البدع في رمي السلفين، يقول لك ذيل علماء سلطان، تقول لهم ما هي المسألة التي خالفوا فيها الحق واتبعوا كلام السلطان وخالفوا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. فهذا الرجل نقول له ما هي المسألة التي ذكرها إخواننا حفظهم الله ودعاة التوحيد ودعاة السنة من غير دليل؟ ما هي المسألة؟ ما يجد مسألة. نقول له طيب ما هي المسألة التي أخطأوا فيها ولم يتراجعوا عنها؟ فإذا لقى مسألة أخطأوا فيها وما تراجعوا عنها حتى وإن كان من باب التعمد وكذا، معلش نقول ناس متعالمين، لكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم ويسدد لنا وإياهم. غالب أو معظم المسائل الأخطأوا فيها فيما نعلم رجعوا منها وبينوها وكذا، فهذا إن دل على شيء يدل على الحقد. بعدين قال النازل بيحب المشاكل، أنا ما أعرف ما هو الضابط، هل هو اطلع على ما في قلوب الناس يحبون ماذا وماذا يحبون وماذا يريد بأنهم يحبون المشاكل؟ لأنه لو كنا بنحب المشاكل كان دعاة التوحيد ديل مشوا رفعوا حديد وشالوا بساطين وخشوا الأسواق يدقوا الناس أو خشوا أولمبياد بتاع التايكوندو أو غيره، فهذا كله من الكلام الفارغ الفاشل. وأما إن أراد إنه دعاة التوحيد بيحبوا المشاكل لأنه قاعد تحصل مشاكل، فبنقول له يا أخي هذه المشاكل لا يحبها الإنسان ابتداء، وإنما يبين الحق للناس، وهو إن كان حسن عطا الله يبين الحق للناس كما قال هو في المقطع، زي ما قال هو في المقطع بوضوح وبعدم مداهنة، كان حصلت له المشاكل، لأنه المشاكل دي الإنسان ما بيمشي يفتش لها. لكن ما تكلمت أنت، ما دمت تتكلم في التوحيد وتحذر من الشرك وتتكلم في أهل البدع والضلال فلابد أن تجد المشاكل. وإن قصد أن كلامنا الشديد في أهل البدع فهذا منقب وليس مذمة، فليقرأ هو كتب الإمام النجمي وكتب العلامة مقبل الذي سمى رده على القرضاوي بإسكات الكلب العاوي في الرد على يوسف القرضاوي. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة المعروف في البخاري في كتاب الوحي لما ذهب إلى ورقة بن نوفل قال
ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ودفي من الفوائد أنه من قال الحق فسيعاديه الناس، ربنا قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وأما تقويل الأخوان أنه قالوا تدريس العلم وكتب التوحيد والأصول الثلاثة ليس دعوة إلى التوحيد، وأخواننا كانوا بيدرسوا كتب التوحيد، شيخ مزمل درس كتب التوحيد في مسجد الحرمين، وكذلك الشيخ أبو بكر، وفي مسجده في نور الدائم درس كتاب التوحيد، وفي بيته في أم بدة كان بيدرس كتاب التوحيد، وفي غيره من الأماكن كان بيدرس كتاب التوحيد. وكذلك أخونا أبو بكر الآن عنده معهد في والتوحيد وفي والفقه وفي واللغة وفي والمصطلح، وهذا أمر معروف يعني بين أخواننا جزاهم الله خير، ربنا يعينهم على الخير ويسددهم على ذلك. فما في زول قال إنه دي 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 عدم دعوة للتوحيد، لكن أشوف هذه أخذها لعله من أبي عيان والشلة الماشية وراءه، لأنه صاحبهم والصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فما في أحد سمى تدريس كتب التوحيد ليس دعوة، ولكن نحن نتحداه ليس في تدريس كتب التوحيد، ولكن نتحداه في أن يتكلم في أهل البدع، سواء كان يدرس كتب التوحيد، سواء كان يحفظ الناس القرآن، سواء كان في عمله الدنيوي يتكلم في أهل البدع والباطل زي الخنجر وغيرهم والمكاشفية اللي هو قاعد جنبهم. لما جاء أخونا مجاهد ربنا يحفظه، فهو قام طلابه هو قام ردوا عليه، فهذا الرجل للأسف الشديد عنده مخازي، وهو يتمسح بالعلماء ويتمسح بالشيخ مقبل والشيخ النجمي وغيره من العلماء، وحتى لو كان عنده تزكيات فالعلماء زكوك على ما يظهر لهم ولا لوم عليهم في ذلك. لكن أخواننا الإنسان يعني هو مش موضوع أنه تدرس كتب التوحيد أو تشتغل حلقة في السوق أو تتكلم في منبر الجمعة أو تتكلم فيما أتاك الله من كتابة ومن تأليف، ليس المقصود، ليس هذا هو المقصود إنه دعوة وما دعوة. المقصود إنه الحق يبلغ الناس بالكتابة بالقراءة بالتأليف بالتلفاز بغيره بغيره، زي ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، زي ما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، أن يستعمل الإنسان الوسائل التي ليس فيها مخالفة للشريعة الإسلامية، وسيلة مباحة جاءت بها الشريعة الإسلامية وتوصل إلى المطلوب، فهذه لا بأس أن الإنسان يوصل بها الحق للناس، بل الواجب على الإنسان أن يوصل بها الحق للناس. والإنسان بكل ما أتاه الله من قوة في أي مجال من المجالات يبلغ دعوة التوحيد، ويكون هذا أمر ظاهر منه. فهو إذا بيدرس التوحيد كتاب التوحيد وهذا الأمر يبلغ إلى الناس، فهذه دعوة إلى التوحيد، لا إشكال في ذلك، ما في إنسان طعن في الأمر ده. لكن الواحد يعني هو داري يسمي دعوة إخواننا دي، يطعن في دعوة إخواننا لأنهم بيّنوا حال أهل البدع وأهل الضلال وشدوا عليهم، داري يطعن فيهم لأنهم قال جابوا مشاكل. هذا 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 من التلبيس، هذا من التلبيس. المشاكل حصلت بين الأنبياء وبين آبائهم وبين أبنائهم وبينهم وبين عشيرتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قاطعته عشيرته وحاصروه 3 سنوات وما وصلوا إليه حتى مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. والسيرة مليئة بهذه المواقف القوية. والشيخ محمد أمان الجامي لقي من هؤلاء المجرمين والمضلين وقالوا فيه نفس هذا الكلام، أنهم أفسدوا الدعوة. وكون الإنسان يقفل أمامه مسجد، النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من المسجد الحرام، هل المساجد التي يذكرها هو أفضل من المسجد الحرام؟ نحن لا نقول أن الإنسان يمشي يقفل المسجد، لكن نقول الحق. وهو الآن لو تكلم مساجد حوله في المناقل وفي غيره وتكلم بالحق
وبين الحق لا أغلقت أمامه مساجد، بل هو نفسه أغلق على إخواننا مساجد. أخونا علي همد لما محاضرة اسمها دعوة التوحيد تقريبا في قرية عبود في المناقل، لما محاضرة كنت فيها أنا والشيخ مزمل، لما لصقوا الملصقات هو شرطه، هو الآن يقفل الدعوة أمام الناس. ولما سئل عن ذلك ليه تشرط الملصقات، قال ما استأذنوني في ملصق على العمود. سألوا طيب ليه شرطته، قال هذا قد يكون تكفيري، وأشار إلى اسم مزمل أخونا مزمل حفظه الله. فهذا كله يبين لك فساد مناهج هؤلاء الناس وإن تمسحوا بالعلماء. ولذلك نحن ندعو إخواننا ألا يمشوا أو لا يثقوا في أمثال هؤلاء الناس حتى يروا أثر دعوتهم، و يعني يروا دعوتهم الواضحة للتوحيد ونقد الأهل الباطل. وهذا الذي تميزت به الدعوة السلفية، جل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية يرد، سواء كان منهاج السنة، الاستغاثة في الرد على البكري، كتاب التوسل والوسيلة رد، كتاب الرد على المنطقيين، الرد على الرازي، الرد على الأخنائي، الفتوى الحموية، العقائد التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية، والرسائل الكثيرة الموجودة التي أرسلها إلى الناس، فكلها في بيان الحق والتوحيد والرد على أهل البدع ومناظرتهم. وسجن شيخ الإسلام في أكثر من مرة في مصر وفي دمشق وفي غيرها، ومات مسجونا رحمه الله. والشيخ محمد عبد الوهاب يعني لاقى ما لاقى في الدعوة. فهذا كله يدل على فساد منهج هذا الرجل، وإن تمسح بمسوح السلفية فنحذر منه الإخوان. ثم قال إنهم ما دخلوا إخواننا دعاة التوحيد قرية إلا أفسدوها. أولا هذا الكلام أيضا كلام يعني فضفاض وعام، ماذا يعني بأفسدوها؟ ولعله يعني أنه بتحصل المشاكل، لأنه قال عندهم حب الصراع. أنا ما بعرف بيتين حسن عطلة بقى وكيل على النيات أنه يعرف إخواننا بيحبوا الصراع. نحن لو بنحب الصراع كان مشينا أندية القتال وتعلمنا الكونفو وخشينا المصارعة. وهذا الكلام يعني للأسف لا يصدر ممن شم ريحة رائحة العلم. فما أدري هو ماذا يريد وماذا يقصد بهذا الكلام الباطل الفاشل. وأما أنه كونه يحصل المشاكل ويحصل الضرب وكذا، فده ما داير له استدلال أصلا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف ولا من مواقف العلماء المعاصرين. ربنا سبحانه وتعالى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصم. وهؤلاء الأنبياء عندهم من الحكمة ما لا يعلمه مثل هذا المتعالم الذي يحاول أن يطلع على نفوس الناس والذي ينقب ما في صدور الناس. فعندهم الحكمة، ومع ذلك شتم هؤلاء الأنبياء. إبراهيم عليه السلام قال لقومه أفل لكم، يعني أينة لكم وقذرا لكم وتبا لكم. ده كله ذكر الإمام القرطبي وابن كثير والسعدي وغير من العلماء والمفسرين وغير من الأهل العلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وهو قارب على الموت، وذكر له نزول الوحي، القصة معروفة، فقال له ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قوم، قال ومخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. فهو شكله بيسمع من اليوتيوب إنه النازل عمله مشاكل في مثلا الدمبو أو غيره أو غيره، ويصدق الصوفية. وده كله كذب، ما في دعاة التوحيد يوم اعتدوا على زول أو بيحبوا المشاكل أو غيره. كذلك الشيخ محمد أمان الجامي لما تكلم في الحزبيين ورد على الحزبيين ضربوه. هذه القصة يحكيها مشايخنا الفضلاء حفظهم الله، علماءنا الفضلاء بيحكوا القصة دي، وسموه جامي، وناس نبذوه بالنبذ العنصري. وإلى الآن الشيخ ابن باز والشيخ
الفوزان وغيره من العلماء من مضى رحمه الله ومن بقي حفظه الله، بينبذوهم ويشاتموهم أنهم علماء الحيض والنفاس إلى آخر. كذلك الشيخ مقبل رحمه الله سمى القرضاوي وهو يزعم أنه له صلة به، بالشيخ مقبل رحمه الله سمى القرضاوي في الرد عليه إسكات الكلب العاري، وكتاب اسمه المصارعة وغيره من الكتب. بل دي من المزايا التي يمدح بها للسنة، أنهم عندهم غلظة على أهل البدع، وأنهم يعني يغلظون على أهل البدع ويشدون عليهم، فهذا أمر يفرح بها للسنة. وذكر في مدح الصحابة، الصحابة كانوا يعني كما ذكر عن بعضهم أنه كان شديدا على الخوارج، وفلان ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له ما قال أهل القدر قال: أو قد قالوه؟ فيهم نزل قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، لئن أريتني أحدهم لأطعنن بإصبعي هاتين في عينيه. فهل ابن عباس رضي الله عنه بيحب المصادمة زي ما هو بيزعم أو المنازعة؟ ونحن ننصح أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يطعن في دعاة التوحيد، وأن يتوب من هذا المقطع الذي نشره، لأنه في نهاية التسجيل لو الزول لاحظ بيقول للناس للزول اللي بيسجل ده أنشر، عرفته؟ هذه الألقاب التي رمى بها إخواننا، يعني رمى بها إخواننا وقد أخذها من الصحافة العلمانية والإخوانية والصوفية ومن الحزبيين من أنصار السنة وغيره. نفس كلامه ده، نفس كلام شكوكه، ونفس الكلام بتاع الهواري وغيره دجال الفتحاب. فالحمد لله يبان الحق، وإن كنا ننصح إخواننا أنه مثل هذه المقاطع لا تنشر إلا بعد الرد عليها. وإذا في بقية نقاط إن شاء الله نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن حبيت أبينها لأنه المقطع انتشر في المجموعة. وما أوصي إخواننا أنه ينشروه في مجموعات أخرى إلا بعد الرد عليه. جزاكم الله خير.